الجماهير وصلت إلى اليوم المنتظر، يوم بداية المنافسات في كأس العالم. أكيد الكل لديه آمال وطموحات، لكن بلا شك الشعور العام إيجابي ورغبة كبيرة في تحقيق الانتصار. سنكون معكم في التغطية المميزة من ملعب الوصول، فلا تذهبوا بعيدا. بهذه الأجواء الرائعة في ملعب لوسيل كل شيء جاهز والكل متحمس لهذه المباراة. وسأكون معكم كالعادة أنا محدثكم فارس عواض، واليوم هو البداية والانطلاقة، والمباراة هي الأولى في مرحلة المجموعات من البطولة الأغلى كأس العالم. منتخب الأرجنتين تواجه السعودية. من الرائع دوما التواجد ومتابعة أحداث مباريات كأس العالم، كل مباراة في هذا المونديال لها طعم خاص. أتطلع إلى متابعة مباراة كبيرة وأتمنى بأن تكون على قدر اسم هذه البطولة وقيمتها. بداية المباراة الأولى هنا في كأس العالم. والآن مع التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين، دي بول سيبدا مع لوسيلسو في خط الوسط، وفي الأمام يلعب لوتارو مارتينيز. أوهو، الكرة ترتد من العارضة، تمنعها من دخول الشباك. كرة خلفية لكن بعيدة عن المرمى، افتقدت للدقة في اللقطة الماضية، ما لعبها بشكل سليم، ما كان فيها توافق ولا توقيت مثالي. دي بول، كرة تصل إلى لوسيلسو، لوتارو مارتينيز، دفاع حديدي خلص الكرة وأوقف المحاولة. الآن فرصة للتسجيل،